انا قشرت وشي كله ده من حوالي اسبوع او اكتر، عشان اللي هو يبقى خلاص يعني بطل يقشر. فالنهارده خلاص دي اخر اخر حاجه فيه اهي، بصوا. والميزه في الميلانو فري اولا ان هو بيقشر بسرعه، فمش هتحتاجي ان انت تحطيه كذا يوم، يعني ممكن من مرتين ثلاثه تلاقي وشك خلاص قشر. استخدامه نفس طريقه الاكريتين، ان انت بتحطيه على وشك لمده يوم اتنين ثلاثه، بتحطيه مثلا نص ساعة في الأول، أول يوم بتحطيه نص ساعة وتبقي قاعدة في الضلمة. لو هتقشري بشرتك لازم تستخدمي مرطب في الأول، فأنا برطب بالبنسينول لأن لازم يبقى مرطب طبي، وبعد كده بدهن عليه اللي أنا هقشر بيه، يعني مثلا الميلانو فري أو الأكريتين، الاتنين تقشرهم واحد بس، ده سريع فمش هتحتاجي ان انت تحطيه كتير، ملقتش منه ضرر على البشرة، فبصراحة حلو جدا. التقشير بيبقى كل 3 شهور او اكتر، يعني ممكن كفاية مرة او مرتين بالكتير في السنة، فانا حبيت اقشر وانا خلاص الشتاء بيخلص. التقشير حلو جدا لو انتي بشرتك فيها حبوب او فيها اثار بقع من الشمس او اي حاجة من الحاجات دي. عايزة اقولكوا ان التقشير ده مش كيميائي، يعني مش زي التقشير اللي بيبقى في المراكز بره اللي هو بيفتح قوي، وده بدي تفتيح درجة او درجتين بالكتير مش اكتر. فاحنا في الاكتر بنقشر في البيت عشان خاطر لو في اثار حبوب او اي حاجة، لان ده بيشيل الطبقة اللي بره اللي هي الطبقة الرقيقة خالص دي، مش تقشير عميق. وكمان التقشير ده احسن لانه ما بيضرش، هو مش تقشير عميق فمبقاش منه ضرر قوي على البشره. هتلاقي وشك احمر كده، بدا الجلد فيه ينكمش، هترطبي باستمرار برده بالبنسينول او اي مرطب طبي عندك، ممنوع اي حاجه فيها روايح، لغايه ما تلاقي ان وشك خلص تقشير وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلو جدا، بيدي نضارة. بنشيل بقى الطبقة اللي هي الخفيفة اللي بره دي، كمان بيشيل الرؤوس السوداء وبينظف المنطقة دي خالص، فمش هتحتاجي انت تعملي ماسكات او اي حاجة. فبجد هو حلو جدا، النتيجة بتاعته انا راضي عنها. اهم حاجة ما تجيبيش تحت عينيكي، ما تجيبيش حوالين شفايفك. التقشير بيبقى كده والمنطقتين دول، وهنا حاجة بسيطة خالص عشان تنظف برضو المناخير، وهنا حاجة برضو بسيطة خالص، هو ده التقشير. لو لقيتي وشك احمر هو طبيعته ان هو تاني يوم هتلاقي الخدود حمراء جدا. في ناس بيعمل معاهم كده، انا ما عملش معايا كده، فعلى حسب البشرة. بس في كل الاحوال الطبقة دي هتتقشر وهتلاقي طبقة نظيفة وفي نفس الوقت مش مضر، لان التقشيرات اللي هي بتبقى بره اللي هي العميقه دي لو انت بشرتك فيها حاجه صعبه قوي محتاجه لده والدكتوره الجلديه هي اللي بتقول عليه، انما غير كده ما يفضلش اصلا ان انت تقشري التقشير ده، لانه بيوسع المسام ساعات وبيعمل اضرار تانية. ده بالنسبه لاستخدامي للميلانو فري، بجد حلو جدا وامن على البشره. لو انت عايزه تقشري بيه رجليكي لو هي اسمرت من الشمس، استخدميه مره او اتنين بالكتير، برده بتدهنيه وبتستني بقى النتيجه، لان هو ممكن يعدي يوم واتنين بعد ما تستخدميه، بعد كده يبتدي يبان النتيجه بتاعته، تلاقي الجلد بدا يقشر. فانت مش كل يوم هتحطيه، انت هتحطيه مرتين. يعني انا استخدمته 3 مرات بس على وشي لمده 3 ايام، وكنت يوم بعد يوم مش كل يوم بحطه. خد اسبوع معايا، فلقيت ان الدنيا تمام وان انا وشي بدا يقشر، فخلاص وقفت. اول ما تلاقيه بدا يقشر وقفي تقشير على طول. برضو بالنسبه للرجلين او لو اي منطقه مكان حبايه او اي حاجه في جسمك او كده، برضو ده حلو جدا وامن جدا الاستخدام. اهم حاجه زي ما قلت لكم بترطبي قبل ما بتستخدمي، تدهني الاول البنسينول، متبقيش قاعده في مكان حر، كمان لان الكريمات اللي بتقشر بتتاثر جدا بحراره الجو.